اليوم نوريكم كيفاش كنغسل الفرش ديالي لي بانسو اللي كنخدم بهم وبواحد بهاد اللعيبه هادي. وحتى اذا ما كانتش عندكم يعني انا نوريكم لا بغيتو يعني واخا ما تكونش عندكم هادي كيفاش تغسلوا لي بانسو ديالكم. تقدروا مثلا تغسلوا ديري لقيت باش نوريكم فيها بحال شكل الدريجات، تقصد اي حاجه عندكم فيها يعني ماشي سامبل يعني فيها بحال هكا الدريجات ولا مثقبه ولا شنو ما كان تقدروا تغسلوا بها، ولا تقدروا تغسلوا بديك الصفايات القهوه، المهم شنو ما عندكم بحال هكا مدرجه، المهم غير ما تكونش سامبل باش دوك يعني هاد اللعيبات هادو ديال لي بانسو يعني يدخلوا ما بين هاد اللعيبات قويت عليكم اللعيبات. غادي نفزك بعد هادي اول حاجه، غادي نفزكها وغادي ندير باندوش ولا الشامبو اللي عندكم، المهم اي حاجه كترغوي غسلوه، تقدروا تغسلوا بها لي بانسو ديالكم يعني ماشي شي حاجه تكون خصيصا اللي كيغسلوا بها لي بانسو، تقدري فادوش او الشامبو اللي عندكم، المهم باش ما اللي عندكم غسلوه به. نبدا نوريكم اول فرشه اللي كنخدم بها بزاف هاد السمجه مسخه يعني راه شبعات واش كبلات شوفوا من الوسط يعني هاي شتي، ولي بانسو راه خص يعني مرة في 15 يوم او اقل مرة في سيمانة خصكم ضروري تغسلوهم حيت كيكونوا فيهم البكتيريا وما كيكونوش مغطيين بزاف د الحوايج. لو انا كنرجعو نديرو لوجهنا راه غلط كبير كنديرو. نفسك بعدا هادي وكنقول البنات اللي باقيين ما اشتركوش دخلوا اشتركوا، ضغطوا على سبسكرايب الخانه الحمراء اللي لتحت ويضغطوا على الجرس ويديروا لي جيم، ولا عندكم شي تعليق ولا شي اقتراح ولا شي فيديو بغيتوا نديرو نصوره لكم خليه لي في خانه التعليقات اللي لتحت. وكنتمنى الفيديو يعجبكم، تبعوا الفيديو حتى الاخر وباش تشوفوا النتيجه كيفاش حصلت عليها. وهنا كندير الطاسه كنعمرها بالماء دافي وكندير فادوش ولا شامبون اللي عندك وكتخليها تشرب ديك الساعه عاد تنفخ باش منين تجي تغسليها تلقايها سهله.
هنا كنهز بيوتي بلندر كتكون يعني تنفخات بالماء يعني دابا سهل عجينة في الغسيل، كنخوي نشللها وكندير بندوش وكنبقى نفرك بيدي وكهكا كنبقى نفرك وكنشللها حتى كيهبط الماء موسخ كيف ما كتشوفوا، وكنبقى على نفس الطريقة كنفرك وندير بندوش ونفركها مزيان ونشللها حتى كتولي مي كنشللها كيهبط الماء نقي بيض ما كيبقاش كيهبط اللون بيج. ديك ساعات كنعرف راه تنقات من برا ومن داخل. من برا راه كتبان لكم في الاول الفيديو راه كانت كتبان لكم نسخه البيوتي بلندر كامله في البيج، من بعد يعني من تنقات دابا راه بدات كتبان، من كتنقى كتولي اللون ديالها طبيعي وفي الغوز، ومن كنعصرها كيهبط غير الماء ما كيهبطش داك اللون البيج، تما كتعرفوها راه نقات لكم. كما كتشوفوا دابا كيهبط الماء نقي ما كيهبطش داك اللون بيج، هنا راه كتعرفوها تنقات لكم 100%. شوفوا كي كانت كتبان في البيج دابا ولات كتبان في الغوز. دابا غادي ندوز البيوتي بلندر الصغيره اللي كندير بها تحت العين ديالي، هذيك ما موسخاش غير موسخه لي غير من الفوق من الجهه اللي كنخدم بها بزاف، حتى هي كنديروا نفس الطريقه كنبقى ندير حتى كتولي يعني كتنقى ما كيبقاش يهبط منها داك الماء موسخ داك اللون بيج، كيبقى يهبط الماء نقي. ديك من بعد ما تغسلو بيوتي بلندر ولات خفيفة، كانت عندي ماشي بحال جات كتقصاح ما فهمتش مناش، ودابا ولات داغي خفيفة.